في نسخته الثالثة وتحت شعار الماراثون الأخضر الطريق إلى كوب 27، تنظم وزارة الشباب والرياضة وهيئة الرقابة المالية الماراثون الرياضي بمشاركة أكثر من 2000 مشترك بقطاع التأمين، وذلك في إطار استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ. شباب الوزاره في الحقيقه قدروا ان هم يكونوا مع الشباب المعنيين في الامم المتحده للكوي، وهو المؤتمر الشبابي الذي يسبق المؤتمر مشاركتنا فيه مع وزاره الخارجيه والجهات الاخرى المعنيه. اكيد لازم يبقى في فعاليات مبكره ل يعني داخليه علشان التنويه والترويج لهذا المنطقه. اكيد احنا مع هيئه الرقابه الماليه بدعم هيئه الرقابه الماليه لما يكون في ماراثون تحت مسمى الماراثون الاخضر وفعاليات مصاحبه، ده شيء مهم جدا ان نخرج وننوه عن هذا الحدث. توسيع مظلة الحماية التأمينية التكاملية للرياضيين ودعم الكيانات صديقة البيئة أهم ما أكد عليه رئيس هيئة الرقابة المالية خلال الاجتماع. احنا في قطاع التأمين وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة برضو مشاركين بشكل كبير جدا في هذا المؤتمر، وبدأنا نعمل فعاليات على هامش هذا المؤتمر قبل ما يبدأ. فمن ضمن الحاجات اللي احنا بنؤكد عليها ضرورة وجود أمور صحية طيبة، واعتقد الموضوع الماراثون ده مهم جدا، وبنتكلم على الماراثون الأخضر ان احنا كمان بنقول محتاجين صحة مستدامة ومحتاجين بيئة نظيفة. فاعتقد الرسالة المهمة جدا بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة بما لها من جهد كبير ونطاق عمل واسع جدا للرياضيين والشباب، اعتقد مهم جدا ان احنا نغذي هذا المفهوم لدى الشباب ولدى الرياضيين. زيادة الوعي التأميني الأخضر والمشاركة في بناء نظام حياة تعتمد على مجتمع صحي يعد أحد المحاور الرئيسية التي يسعى إليها مسؤول الاتحاد المصري التأميني. هيكون عندنا سيشن كامله هتتكلم على دور قطاع التامين العالمي وبالتالي المصري كمان في المحافظه على المناخ وعلى مقاومه تغيرات اثار المناخ من وجهه نظر التامين. هيكون عندنا بدايه لاطلاق مجمع لتامين الاخطار الطبيعيه وتكون ان شاء الله مشاركه شركات التامين كلها. هيكون عندنا كمان مداخلات او متحدثين من اسواق عالميه هيدونا خبرات هذه الاسواق في موضوع مشاكل المتعلقة بالمناخ وازاي شركات التأمين تقدر انها تواجه هذه المشاكل. على قدم وساق وسعي دائم من مؤسسات الدولة كافة لا سيما وزارة الشباب والرياضة وتحقيق الاستدامة الخضراء لدى الشركات التأمينية، يأتي هذا الماراثون الرياضي ليرسل برسالة إلى العالم مفادها التعاون من أجل بيئة خضراء من مدينة السلام شرم الشيخ.